السلام عليكم خواتاتي، نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال. لما خواتاتي غنشارك معكم بسيطلات فرديين وطريقتهم زوينه وسريعين التحضير، ما غتلقاوش فيهم الصعوبات. البنات المبتدئات خوتي وخواتاتي طريقتهم زوينه ان شاء الله، ما عليكم غير شجعوني وبارطاجيو القناه ديالي وخليوا لي كيفاش جاكم، خليوا لي كومونتير وديروا لي لي لايك لي لايك لي لايك. ومرحبا اللي دخل عندي القناة قدام وجداد، وشكرا لكم. وبسم الله على بركة الله ندوزو للطريقة كيفاش غنحضر. مقطع لكم تشوفوا كيفاش يجيو. صافي هنا حنا غنقطع لكم تشوفوا كيفاش يجيو، تيجيو غزالين. انتما تبارك الله مقرمشين وزوينين، ما نقولش لكم، نتمنىكم تجربوهم، راه طريقتهم زوينه وساهلين ورائعين، لا في المذاق لا في الشكل. ها نتوما شوفوا كيفاش يجي، ونتمنىكم اخواتاتي تجربوهم. بسم الله على بركه الله ندوزو المكونات والطريقه وتشوفوا ان شاء الله. هنا بسم الله على بركه الله المكونات ديال البسيطلات، شوفوا كيفاش يجيو رائعين، ما عليكم غير تشجعوني وتجربوهم ان شاء الله وغادي يعجبوكم. عندي هنايا ثلاثه حبات ديال البصله كبار، عندي هنا فخيدات ديال الدجاج شنو حتى هما كانوا عندي حتى هما درتهم. عندي نص كاس ديال زيت الزيتون، عندي هاد الحزيمه اللي غادي نحزمها بواحد الخيط بيض، حزمها مزيان اللوحه ملوحوش الربع مقرط، الملع على حسب الذوق. عندي عويد ديال القرفه، قرب لكم تشوفوا مزيان. عندي هنايا القرفه مطقوقه، وعندي القرفه عويدات، وعندي شويه الخرقوم، شويه التحميره، سكنجبير معلقه، شويه الابزار، هذه ضمه ديال الزعفران. عندي فص ديال الثوم، المهم نجيب هذيك باش نحك الثوم. اديرو حتى السمنه البنات، انا ولادي ما تيبغوا السمن، ما غندير السمن حتى السمن، والثومه ما نكثروش منها مع هذا رمضان. صافي وهذا الربيع نخليه، المهم غنشر من الخيطات ديالي، نزيد شويه القرفه. صافي ندير واحد شويه الماء. صافي هنا نخلط الكل، ندير الملح. شوف البنات نسيت الملح، صافي نشرملهم. عندكم الوقت شرملهم وخليهم يرتاحوا، ما عندكمش الوقت خدموا بهم ديريكت، انا غنخدم بهم ديريكت ما عنديش الوقت. ريحه القرفه زوينه مع الدجاج، كلش ليكم. صافي هنا جبت الكوكو ندير فيها البصله، البصله هي تحتانيه، وعلاش شنفتها حيت ما غاديش يكون البيض، غتجي مع الدجاج مشنفته هوايا. صافي وغادي نرد هادو ديالي طيبو، غندير واحد، المهم غنوريكم حتى الماء، حيت عندي الكميه قليله ما باش نكثر الماء، نوريكم حتى الماء شحال غندير تاع الماء. هانتوما البنات جهد نص كاس ديال الماء، صافي ما فتوش، غادي البصله غادي تطلق وما غادي نقليهم ما والو، ديريكت غنسد عليهم. ها هو نص كاس ديال الزيت باش يجيونا ملبين ومعلكين. ديروا الزبده، ديروا حتى معلقه ديال الزبده، انا غندير واحد المعلقه ديال الزبده حيت ولادي ما تيبغوش السمن، غندير معلقه ديال الزبده وغندير هاد الحزيمه ديال الربيع، وغادي نردهم البنات يطيبوا. راه عويت القرفه كلشي درته، وغادي عندي واحد 200 غرام تاع اللوز اللي غادي نفسخها، نطيب الماء ونفسخها ونطحنها مع السكر وشويه القرفه، ونتلاقاو ان شاء الله ملي يطيبوا كلهم المكونات، نتلاقاو ان شاء الله بلا ما نطول عليكم. هنا البنات ها هو طاب الدجاج، طابت البصيله، غنحيد الدجاج وغن نفركتو، نبشو علكه رقيق، وغادي نخلي داك الماء هاد تشرب مزيان، ونلوحو عليه الدجاج ونزيد عليه معلقه ديال العسل ولا السكر. وها هو الخليط ديالنا سال ولا جاهز. اللوز ها هو حمرته، غادي نقليه حتى هوايا، ندير السكر وندير القرفه ونطحنو ونتلاقاو ان شاء الله. صافي هنا هو الدجاج بعد ما فركتو، وعاود درتو تعسل مع واحد العواشق ديال السكر، ونشف من
من الماء ما بقاش فيه، غير بقات فيه غير ديك الزبيده والزويته بقى معلق. هذه هي ورقه فيه اللي غندير معكم بها البسيطلات. المهم هاد الزليفه هي اللي غادي نعبر بها البسيطلات، غندير قد دكا. هنايا اللوز 200 غرام تاع اللوز اللي درت ليها 5 معالق ديال السكر ولا 3 ولا حسب الحلاوه اللي بغيتو نتوما، ودرت ليها معلقه ديال القرفه صغيره، ودوزتهم في الروبو فرششتهم. هو الشيء غير فرشش ما مطحونش بزاف. والزيت اللي قليت فيه الزيت اللي قليت فيه هذا خديت منه واحد 3 معالق ودرت فيهم 2 معالق ديال الزبده باش غادي نمونطي البسطيلات ديالي. وهانتوما معايا انا كلشي الطريقه عطيتها لكم، نتمنىكم تجربوهم، وما عليكم عاد تخليو ليا تعليق زوين ولي لايك وبارطاجيو القناه ديالي، وشكرا لكم. هيك هاد ورقه فيلي ماشي دايره غير مربعه. صافي هنا ناخذ الورقه ديالتي هي هذه، دائما نديرها مربعات قاده بحال هكا ونقسمها على هكا. هاد الطرف هذا ديروا البلاستيكه ونخزنوا، وهاد الطرف هذا غادي نعاود نقطعه على هاد الشكل. صافي نجمع الكل نخليهم صافي. غنخدم بالوحده، هذه لقيتها ملاصقه معليش، غادي نخدمهم بجوج. نجيب الزبده اللي ذوبت هي والزيت، كندهن هذه مزيان بحال هكا. صافي تنجيب الشبانيه ديالتي اللي غنهبط فيها الورق، ها هو شتو تندير كميه من الدجاج. البصله كيتعلكات ما نقولش ليكم ريحتها حلم زويناتها. صافي تنجيب داك اللوز كندير واحد 2 معالق حتى همايا، معالقه صغار كنوزع بحال هكا. نغسلو يدينا باش ما تعمرش لينا. صافي تنبدا نمونط بحال هكا. اللي بغى يدير حتى البيض يديرو معليش، يكولي بيه مزيان حتى هو. هذه هي البسيطه ديالتي تجي على هذا الشكل، شفتوها ها هي. صافي غنديرها في اللاطه. ها هي الورقه، دابا ندير ورقه وحده هانتوما معايا غتشوفوا كيفاش غنغلفها. صافي حتى هي غنجيبها نديرها هنايا. نحبطها بحالكم، ندير شويه الدجاج. ندير اللوز نجيب الورقه بحال هكا. رائعه ما شاء الله، غنبقى مستمره بحال هكا حتى نكمل ونعاود نتلاقى. الكميه اللي درتها نص هنايا وخمسه هنا شفتوا. صافي غندهن بهذاك الزبده والزيت، ما جيش بيناتهم تعطي واحد التقرميشه للبسيطلات شعات الفران، وندخلهم يطيبوا. العافيه مهيله، شعلوا عليهم الفوق والتحت والعافيه تكون مهيله باش يطيبوا لنا مزيان، والورقه تحمر لنا مزيان مخيره.
صافي ويطيبوا خواتاتي سير نتلاقاو ان شاء الله نشوفوا الشكل ديالهم كيفاش. المهم نقصوا عليهم البوطان تنعاود نقول لكم ماشي غنشوطو ونحطو ونخليهم تقر من الورقه من الداخل ويتحمروا ويجيو زوينين ويجيو مذهبين. صافي انا غادي ندخلهم ونتلاقاو ان شاء الله من يطيبوا نشوفوا الشكل النهائي ديالهم كيفاش. فين البسيطه ديالي ها هما طابوا خرجتهم شفتهم كيفاش يجيو على هذا الشكل ما شاء الله ما نقولش ليكم تيجيو رائعين. ها اللاطا الاخرى حتى هي يا تبارك الله ما شاء الله. صافي وغادي ندوز نزينهم معاكم وهانتوما معايا. صافي هنا البنات انا غادي نزين وحدين بالعسل وندير العسل بحال هكا خطوط ندير هذوك باش يزقاو ليا رقاق اللوز ما ديروش بحالي انا حركتهم نسيتهم. درتهم في البلاطا وخليتهم نسيتهم. صافي وحدين غادي ندير لهم سكر كلاصي بعد ما بردوا باش يشد لينا فيهم القرفه والسكر. على هذا الشكل غنبقى مكمله بحال هكا ونتلاقاو في الشكل النهائي. صافي هنا خواتاتي زينتهم على هذا الشكل نتمنى من الله يعجبوكم وجربوا ما خواتاتي راه تيجيو زوينين اللذه والتقرميشه وتيجيو غزالين. وبالسلامه عليكم ما عليكم غير تشجعوني وخليوا لي لايك وكومونتير زوين وبارطاجيو القناه ديالي. وشكرا اللي دخل عندي القناه ديالي شكرا لكم بزاف قدام وجداد مرحبا بكم دار داركم. وبالسلامة عليكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وديما مع الجديد وشكرا لكم.